On a un historique particulier au Maroc, c'est que tout le monde ici connaît 103. 103, c'est devenu un terme générique pour tout ce qui roule. Donc à chaque fois qu'on voit une mobilette ou quelque chose, c'est 103. اليوم عندنا اللونسمون ديال سكوتر بيجو البارتناريا مع موتومانيا وسكوتر بيجو اتفاقيه هامه لموتومانيا لحقاش موتومانيا منين بدات التاسيس ديالها في 2014 كتخدم غير في الاكسسوارات ديال الموتور الخوذات الجاكيطات السراول الصباب ديال الموتور البنوات شي حوايج بحال هكا وهاد الاتفاقيه ديال بيجو كتعطي واحد المصداقيه جديده للموتومانيا من ناحيه ديال الثقه اللي دارت في شركه بيجو اللي هي شركه عالميه ودوليه ومعروفه بالمنتوجات ديالها الثقه اللي عطات اللي دارت في موتومانيا باش تختار موتومانيا كموزيع ديالها في المغرب ديال سكوترات بيجو المارشي ديال سكوتر في المغرب هو مارشي فيه واحد عدد ديال التحولات هاد الايام لحقاش كاين واحد القانون جديد القانون تيطلب معلومات كثيره في من ناحيه ديال التقنيه ديال المطار ومن ناحيه ديال جوده الموزعين وجوده الشركات اللي كيخدموا في هذا الميدان ودونك شويه ديال كاينه واحد عمليه تصفيه في السوق هاد الساعه هي كضر شي شويه ولكن في اخر المطاف غتكون هي مزيانه لحقاش غيزيد شويه الاحتراف في السوق وغيوليو واحد الممثلين في هذا السوق اللي هما عندهم واحد الجوده واحد الاحتراف وان شاء الله غيزيد السوق القدام مع الاسف ما كاينش احصائيات لحقاش كاع الممثلين ديال شركات اخرى اللي هما المنافسين ديالنا ما كاينش واحد التبادل ديال المعلومات ما بيناتنا اللي غادي يقدر يمكن لنا نعرفوا المكانه ديالنا في السوق ونعرفوا راسنا بصفه اجماليه شحال من سكوتر تيتباعوا وشكون اللي عنده الرقم الاول الرقم الثاني باش على الاقل كل واحد يعرف راسو واش كيدير في كل عام ومن هنا لقدام نقدروا نشوفوا شنو هما الاستراتيجيات اللي غيوقعوا وتكون واحد المنافسه اللي غتعاون مع الاسف كاين جمعيات ولكن العمل في وسط الجمعيات مازال ما وصل لهاد المرحله دي وكنتمنوا ان شاء الله نوصلوا لواحد التبادل ديال المعلومات ما بين الموزعين ديال السكوترات باش نقدروا على الاقل نعرفوا راسنا شنو كنمثلوا وشنو هما الارقام اللي ديال السوق وشنو هي المكانه ديالنا في السوق هاد الساعه كنجيبوا المطر جاهزين تيجيو مصوبين ولكن علاش لا كاين واحد التفكير كاين واحد شي حاجه اللي على بعد 5 سنين 6 سنين اللي كنفكروا فيها نقدروا نديروا شي مشروع بحال هكا ان شاء الله مع بيجونيت ان شاء الله بالفعل كنهضروا كنشوفوا شنو هما الامكانيات باش نزيدوا القدام في السوق كاين واحد المشاريع اللي كاينه ولكن مازال ما عرفنا بالضبط خاصنا باقي ندخلوا في التفاصيل ديالو باش نشوفوا واش القانون غادي يقدر يعاوننا في هذا الشيء هذا